السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم. أرقام هواتفنا تشوفوها أسفل الشاشة، عندكم رقمين للمشاركة من الداخل من زاخة وحتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا على الرقمين الموجودات في أعلى السطر. الرقمين الموجودات بالأسفل هنا المشاركة في الخارج، الأخوة الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، وأيضا الأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر يقدرون يتصلون بنا على ذني الأرقام. وأيضا الرقمين الموجودات بالأسفل تقدرون تتواصلون بها عن طريق الواتساب إن ما قدرت تحصلنا على الأرقام العادية. مشاهدينا الكرام، اليوم راح نتناول قضية شغلة الرأي العام وما حصل اليوم في بغداد. حلقة اليوم مخصصة للي صار بالعاصمة العراقية الحبيبة بغداد. اليوم اللي صار انطلقت تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد رفضت ترشيح محمد الشيع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي. شارك بالتظاهرات مواطنين إضافة إلى أنصار التيار الصدري، أو عفوا شارك بالتظاهرات أنصار التيار الصدري إضافة إلى مواطنين، معتبرين أن المرشح هو من ضمن المجربين وأنه تدوير للنفايات ولنفس الوجوه الفاسدة. بدأ التجمع بساحة التحرير وسط بغداد وردد المجتمعين ضد الترشيح ورددوا هتافات ضد الإطار التنسيقي عفوا، وراها توجهوا إلى جسر الجمهورية للعبور إلى المنطقة الخضراء. خلونا نشوف بداية تجمعهم بساحة التحرير. كانت هاي بداية التجمع اليوم قبل اقتحام المنطقة الخضراء وقبل الدخول إلى مبنى البرلمان. بدأوا من ساحة التحرير حتى يعبرون للمنطقة الخضراء. أكو هواية تساؤلات نريد نسألها. بداية عندنا اتصال من أبو ياسين من بغداد، حياك الله. تحية لك أخويا على قناة الرافدين الوطنية. تحية والدوم يا غالي. أغلب شيء يقولون انتوا يا الشعب، والله هو صوت طبعا صوت بالشعب، انتوا يا الشعب انتوا عايفين وطنكم وعايفين الناس، لكن هذا المنغول اللي كل شيء ما يفتهم هو مقتدى يعني شنو اخي؟ والله انتفاقية هو المالكي، انتفاقية وتشوف المالكي ضحى بنفسك من اجلي. شلون يعني اتفاقية هو المالكي ابو ياسين؟ اخي انتفاقيه هو والمالكي. ايه لان انا اعرف هاي السنة هم كلهم راح يولون، هو مقتدى والمالكي يقول عود شنو المالكي؟ عود هو معارض على تشكيل الحكومه ومقتدى يريد تشكيل الحكومه. انت يا مقتدى انت من 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 2003 لحد هسه ومنه مشاركه يوم تفليش الانبار دياله، منه اللي فلش الجوامع؟ مو انت؟ فاخي والله انتفاقيه هاي هو شنو قال لهم مقتدى؟ قال لهم انسحبوا، انتم لقنتون درس. بس اخي قبل 5 سنين هم سويت مظاهره ضد الخضراء وشيء مثل ايران فوق الصبات الكونكريتيه. اخي والله انتفاقيه، بس هو صوت بالشعب. يا شعب اصحوا، هذول كلهم ملاعيه لايران، هذول ضد الشعب، هذول راح يرجعون العراق 100 سنه. هو قال خامني
قال أني عندي قوات بالعراق ما نخلي العراق. نعم. اللي هو مقتدى وربع مقتدى، فأني أقول للشعب اتركوا مقتدى وتركوا الماء. لكنهم جايين يأخرون تقدم العراق. يأخرون عجلة تقدم العراق. نعم. شكرا لك ابو ياسين. ابو عمر من بغداد، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ افل، وحيا الله قناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حيا الله من قال. حياك الله. استاذ افل، بالنسبه للتظاهرات احنا اللي شفناها اليوم التيار الصدري على منشاه قناتكم، من سمعنا انه خرج ودخل البرلمان في ساحه التحرير، كل هاي الامور. لكن قبل ما نقدر نتكلم استاذي هذا الموضوع، ان القوات الامنيه والقوات الشغب اللي كانت موجوده، العجيب من عندها ما يعني ضربت وياهم ولا ضربتهم طلقات ولا رش المياه عليهم، كل هاي الامور ما صارت. فاحنا نعتب على رئيس الوزراء من الشعب يريد يطلع من تظاهرات ثوره تشرين، او عندنا الناشطين اللي يطلعون الخريجين، ايش عدم من يطلعون يضربون عليهم المياه الساخنه وضرب الطلقات وضرب الهروات والاعتقالات اللي قاعد تصير؟ هاي المسرحيه انه هو تيار الصدري هو اللي شكل رئيس وزراء، كافه رئيس الوزراء اللي شكل من 2003 ولحد الان، فهم لا يمثلون الشعب العراقي ولا يمثلون ثوره تشرين ولا يمثلون اي مواطن، سوى يمثلون بس انفسهم وبس. لانه هاي المسرحيه استاذ افل ما تمشي على الشعب العراقي، والشعب العراقي ما كله يدري ان تيار الصدي طالع يتظاهر وطالب يطالب، انتم تطالبون باي حق؟ ما انتم عنده سبب الفساد، سبب تدمير البلاد، سبب خراب البلاد، وسبب انه البلاد من 2003 لكن لحد الان الشعب متدمر من وراكم، انتم طالعين على شنو؟ اي امور انه تريدوها؟ نعم نعم. وانتم تحكون بالاصلاح وانتم تحكون بالجير، هاي الامور بعد ما تمشي على الشعب العراقي، فالشعب العراقي رافضكم كل التيارات، كل الاحزاب، سبب خراب الدمار استاذ احمد، كل من هذول الاحزاب. نعم. واحنا ثوره تشرين والشعب العراقي هو صوت الحق، هو صوت السائلين. نعم. هم صوت الاحرار اللي يريدون انه ما يريدكم لا بالبرلمان لا بالحكومه، انت سبب خرب هذه البلاد. نعم. شكرا 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 لك ابو عمر، اعتذر منك بس عندي هوايه اتصالات. محمد من هولندا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك اخي افل. حياك الله اخوي العزيز. وشريفة. حياك الله. جميعا. يعني هاي اقول جماهير الكرام، انتم لا تطلعون تحصلون من هاي الامور كشفه وجوه النتيجه، لا تبقوا بيوتكم. شنو السالفه؟ يعني حكينا مشكلة هذا المقعد قبل نفس السالفه 2014 اتذكر، طلعه وصب خيمته ويلا بالاصلاح وبالفساد وسقط البرلمان، جت رساله من خامنئي رجع. هسه يوم نفس السالفه، يلا طلعوا رجعوا. كل ما تجي رساله من خامنئي يرجع الصدر. الصحية لا تبقى هيك العبينة. شو صار لبعض السنة ما عنده برلمان ما عنده رئيس، ما تصير انتخابات مبكرة وخلص. نعم. المفروض كانوا يطلعون برلمان يسندون خيط العفو. فـ ما يصير لازم يكون عندكم رأي جمهورنا العزيز، بس إذا ترجعون أنتم ما عندكم رأي وطني؟ يعني هاي الناس طلعت لكم ما عندكم رأي وطني؟ تغريدة تجيكم وردكم؟ يا اخي مسرحيه شنو هذا يعني؟ والله مسرحيه فضيحه قدام العالم. نعم. كان المفروض يخلصونا من هاي الغمه الكشفه، هاي وجوه العدده. من 2003 لحد هسه. يا اخي مثل ما يقول شو قد تهتز الشوارب؟ ما عندكم احساس، ما عندكم ضريب، هذا مبتدا. مع احتراماتي الشخصيه بس لازم ما يسمعون كلامه، يسمعون كلام الوطن، كلام العراق. نعم. قاتلوا مشاهدين جميعا. شكرا لك اخ محمد. حسن من لندن، حياك الله يا حسن. حسن عزيزي مرحبا. حياك الله اخويا، مرحب. الله يخليك، اريدك تكون وياي يعني وطني 100% وتعطيني دقيقتين، بس دقيقتين او دقيقه اكثر شيء. لك الهواء، تفضل. وياك حسن العراقي من بريطانيا، رحم الله والديك. والنعم منك. الاخ والحق
يعني بلغه العراقيه لاني بصراحه متاذي، ما اريد احكي بالفصحى ولا الاخ مقتدى والحلبوسي انطوا الضوء الاخضر للمتظاهرين ودخلوا الخضراء، هاي وحده. ايه. فدر يقول المالكي قل له انت ايش كم فاسد عندك بحكومتك زين؟ ايش كم سنه صار لك بالحكومه؟ ايش قد عندك وزراء؟ اذا المالكي فاسد ليش انت تجيب الفاسدين وتخليهم وياك؟ زين انت طلعت تقول المالكي او ايران برا برا، هسه ما لنا علاقه بايران. زين امارات وقطر ومعروف نعم استباحه العراق و... زين احنا عندنا مثل العراق يقول ابوي ما يقدر الا على امي، انت قادر على المالكي روح طلع تركيا اول مره طلع الخليج اللي هم استحلوا العراق ولا تكون انت عميل للخليج والامريكا وانا متاكد وانتم كلكم تعرفون ليش اغلب العراقيين ما يعرفونها من راح مقتدى للسعوديه انطوه نوع من الخمر وصوروه صور بس دقيق حبيبي فيديو خليني اكمل ابوتك مخدك صوروه مقتدى وقالوا له نن على المذهب مذهبك اذا انت ما تكمل او تنفذ الاجنده اللي الصوت ده يقطع اخ حسن اذا تقدر تغير مكانك وترجع لنا لان اكو هوايه كلمات دا تروح وترجع فما دا افتهم الموضوع كله شكرا لك محمد من امريكا حياك الله الو السلام عليكم وحي قناه الرافدين البطله حياك الله اخويا استاذ اسد تاج راشد من 2003 هو هذا مقتدى مجرم حرب سوى بالسنه كله على السده بالثوره تفيلك محمد هسه طالع لجماعه المتظاهرين هو هم المالكي ومقتدى كفيلك الله هم دول امرهم تجي منك من ايران كفيلك الله من ايران نعم هم الامر من ايران هو ايران لعبه بس اللعب نعم وجوم وجبوم يجي كفيلك الله حيدمرون على البلد والبلد نعم. شعب نايم بس على الانترنت نعم. على شغلات الحيشك الجايفه نعم. شعب نايم هو بينها ابو عقال هذا حميد الخايس يقول احنا نريد المالك عم تبعت الانبار للمالكي فضلت على الشعب فضلت على الشباب الانباريين تكريت والرم صلاح الدين من قضى عليهم غير الهالكي لا 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 شكرا شكرا لك اخ محمد وارجع واقول بالحلقه او بالبرنامج يا اخوان مهما كنت انت مختلف ويا اي شخص دعونا نتجاوز عن التجاوزات على اي شخص وكل واحد له حق الرد وحقه مكفول شكرا لك اخ محمد ابو علي من البصره حياك الله السلام عليكم اخي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذي نعم البلدان الجوار قاعد تطور شعوبها يا اخي شعوبها المثقفه شعوبها المحترمه نعم. احنا مع كل اسف حقيقه اليوم اختلفنا عن منطقه الجوار يعني اليوم احنا حقيقه شلون؟ لو تدخل لنا القاعده لو تدخل لنا القاعده ونصفق لها ولو يدخل داعش ونصفق له ولو يدخلون للبرلمان مرتزقه ويبلشونه يا اخي يعني لو اخلي حاكم عليك واحد مرتزق لو ماكو لو اخلي لك حاكم مثل ابو جد من ورا السده اي اللي يصير هذا ولا غيره ما يصير يا اخي هاي بنص غيره بس ببلدنا يعني الا اجيب لي واحد سافل قتل الشعب العراقي الا انا الصبه زين فلان ما يصير وفلان ما يصير ليش ما يصير؟ شنو انت هو اللي ما يصير؟ ليش؟ قتل مالكي ما نريده ما نريده خنعوفه بس نعم. هذا الرجل هسه اللي رشحوه أيه. يا اخي خلينا نكون واقعيين الحمد لله والشكر هو لا عنده حزب وانا لا اتابع له وبعيد عن هذا الرجل بس هذا ليش يعني اليوم نرب راحنا؟ ليش ندخل البرنامج نبلشه ها؟ يعني بس لحظه ابو علي ابو علي ارد افتهم هسه انت ويا ترشيح محمد الشياع السوداني لو ضده بس على مود بالتاكيد وياه بالتاكيد وياه ويا لا وياه انا زين بس من رخصك انت وياه على عيني وراسي على عيني وراسي انت وياه بس انا اريد اسالك سؤال انت تقول هو ما عنده حزب عندي هذا رجل ها بس اعطيني مجال اعطيني مجال ابو علي ابو علي ابو علي انت تقول ما عنده حزب بس هو من حزب الدعوه يا ما جد زين ما دام شجاع خليه يا اخي اقول لك ما دام هذا الرجل زين ما دام محترم خليه حزب الدعوه ما في تكون المالكي عندهم فدهم حسين مريده رابضينه يا اخي هذا ترى هذا مو حكي هذا يا اخي هذا مو حكي
يعني اليوم هاي الزعابيض اللي قاعد تدخل للبرلمان. بس ابو علي ابو علي ابو علي بس لحظه ابو علي ابو علي النقاش اخذه عطى، خليك وياي خليك وياي. قلت لك بالبدايه انت قلت لي ما عنده حزب، قلت لك لا هو حزب دعوه، هو مو ما عنده حزب، هو مرشح نور المالكي. والله العلي العظيم بس اوقف اوقف، هو مرشح نور المالكي. اه مرشح نور المالكي ايه كل اقول لك ثق بالله العلي العظيم ما ادري هو وين المالكي. والله والله شنو يعني الثق بالله؟ الثق بالله ما ادري بحزب الدعوه. من هو ما يعرف حزب الدعوه؟ انا بالنسبه ما ادري بهذا الرجل المرشح من حزب الدعوه. لا اخوي العزيز ورسولة. اخوي العزيز تقدر تتابع قناتنا، نشرت قبل شويه التقرير عن محمد الشياع السوداني، بس من رخصتك نشرت تقرير عن محمد الشياع السوداني، تقدر تتابعه شو وقت بدا بحزب الدعوه وش وقت اشتغل بحزب الدعوه وشنو المناصب اللي اشتغلها وش وقت ترشح ان يكون نائب بالبرلمان وشون صار قيادي من قيادات حزب الدعوه والان هو مرشح نور المالكي لرئاسه الوزراء عن طريق الاطار التنسيقي. اخي تسمعني؟ ايه وين الاشكال اذا هو مرشح نور المالكي وكذا البرلمان؟ افضل واحد يجي ما بيها اشكال، بس بيها اشكال. ثمان سنوات راحت بيها 1000 مليار دولار، وثمان سنوات راح بيها ثلث العراق، وثمان سنوات راحوا بيها خيره شباب العراقيين، وثمان سنوات بلشوا بيها الفضائيين، وثمان سنوات بلشت بيها العقود الوهميه، وثمان سنوات بلشت بيها استخدام عفوا استيراد الاسلحه بعقود غير صحيحه واستيراد اسلحه غير يعني غير صالحه للاستخدام واستيراد اجهزه كشف المتفجرات اللي طلعت تكشف عن كرات البولينج عفوا الجولف. استاذي نعم يعني انت شوي لواحد يصير رئيس وزراء صاحب برقه، تسمح الواحد يصير رئيس وزراء صاحب شتة وثق بالناس، توافق انت برئيس وزراء مجرم، توافق برئيس وزراء بعار كل شيء ما يتهم لا دارس وينصبون لك يا اخي. هو هذا اللي قاعد يصير. ابو علي ابو علي تسمح لي بسؤال؟ لك واحد بعار وانا اصب عليك لو ماكو يا اخي. ابو علي تسمح لي بسؤال؟ تفضل. انت تقول محمد الشياع السوداني ما عنده حزب، وقناة آفاق التابعة إلى حزب الدعوة تقول أنه محمد الشياع السوداني انتمى إلى الحزب سنة 1974 وهو مواليد 70، يعني محمد الشياع السوداني صار عضو بحزب الدعوة وهو عمره 4 سنوات. كانت تقدر تجاوبني على هاي؟ أجاوبك هذا الرجل أنا لما أجاوبك عليه أقول لك هذا الرجل نزيه، هذا الرجل ما قاتل، هذا الرجل مو مجرم، هذا لا صاحب بطة، هذا لا هم من 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 الناس العملاء، لا مدفوع الثمن من قطر ومن السعودية ومن إسرائيل ومن ولا من كل دولة الجوار، وحتى أضيف لك حتى من إيران ما مدفوع يا أخي. زين أبو علي سؤال لك. أبو علي أنا راح أسألك سؤال لك مع احترامي لكل اللي قلته وعلى عيني وراسي، محمد الشياع السوداني صار محافظ لو ما صار؟ صار محافظ. زين محافظته صارت زينة لو صارت سيئة؟ والله انا ما مدقق بهذا الموضوع. صار زين اوفه 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 ختولي ختولي، صار نائب بالبرلمان لو ما صار؟ صار نائب بالبرلمان. انقتلوا ناشطين ومتظاهرين وانقتلوا ابرياء وانسجنوا ابرياء والعراق اندمر حاله والزراعه انتهت والصناعه انتهت والثروه السمكيه انتهت والثروه الحيوانيه وغيرها وغيرها والمعامل وقفت وهو ساكت لو لا؟ ها انا جاوبك على هاي. ايه طارق الهاش نائب وكان رئيس الدولة، رئيس نائب الدولة، طلع مجرم وطلع ارهاب وشرد التركية يا اخي. هواي اكو عندك نواب كانوا مجرمين ودواعش هسه موجودين بالنواب يا اخي. هواي عندك دواعش. ابو علي لحظة ابو علي انا وين وانت وين؟ دا اسالك سؤال، قلت لك هو كان نائب بالبرلمان وسكت له؟ لا جاوبتك. لا جاوبتك. هواي اكو هسه نواب موجودين. طيب. يا اخي صاروا نعم. شكرا 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 لك ابو علي. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ أثر، بالنسبه للمسرحيه مال اليوم يعني فاصله سيناريو اخراج، يعني احنا كنا نتامل بالجماهير المنتفضه تغير، يعني للمرة الثانية يلعبها مقتدى الصدر يلعبها بالغلط.
يعني اليوم يدخلون لك في البرلمان، ويعني الصراحه معيب معيب. يعني هذا اولا احنا يعني نبحث او نتامل يعني عن دوله مستقره. هذه الفوضى وهذا الضجيج اللي ما يجي بنتيجه هذا عيب. احنا يعني خصصه اعمارنا بهاي الفوضى. يعني اليوم هو اللي جاي اشوفه هو استعراض للقوه واستعراض للتباهي بالجمهور مالته. هذا ما يجوز. انت لو تدخل المنطقه وتغير ونخليك على راسنا، اما تعرض الجماهيرك وهذه وصلوا سعفيا وطلعوا، هذه سياسه القطيع. يعني هذه انا يعني اعتب على الصراحه على هاي الناس اللي طلعت. يعني لا. احنا ما نريد واحد يعني يقود لك الهمج الرعاع، هذا همج الرعاع اليوم. انت دخلت المنطقه الخضراء تغيرون، اما دخلوا دخلوا طلعوا طلعوا، هذه مو يعني مو بلد ما ينقاد نحو الاستقلال استاذ ابل. احنا نريد يعني نريد تغيير، بس مو بالتغيير يعني بهيك يعني الشغلات يعني ما تجيب نتيجه. حتى الجماهير مالتك اليوم دخلت الخضراء، ويعني صراحه يعني تاملنا بانه يعني تجيب نتيجه. اما تدخل الخضراء وتامر جماعتك طلعوا، يا اخي هي الى امتى هذا الاستعراض هذه مال عضلات وفتح العضلات وهذه مو كافي. يعني من ذاك اليوم لهذا اليوم الناس تريد استقرار، تريد امان، تريد اطمئنان. احنا نسخه يعني بصدر. والله مقتدى والمالكي هذه اذا انتم عندكم عضلات واحد يريد يتعرف وياك. وصلت وصلت. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو احمد من بريطانيا حياك الله يا ابو احمد. قناتك الجميلة، إذا تسمح لي أنا عندي شقين في هذا الموضوع. شق ديني، أنه الإمام علي قال في نهج البلاغة: ثمانية إذا أهينوا لا يلوموا إلا أنفسهم، من جرب المجرب. هي آخر هسه ذولا جربتوهم. يعني الإمام علي يقول إذا أهينوا، بعد يعني تبتدي تجربهم من جديد على شنو؟ وشي حقوق الإنسان صار، والانتهاكات كانت واصلة إلى مرحلة من سجن العود إلى المخبر السري وإلى غيره. صار وزير الصناعة صناعة دهورت إلى أسوأ حال. يا أخي إحنا نتمنى بشكل وطني الشعب العراقي كله يتحرك ويحاول القضاء على هاي الشذة الفاسدة من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، دون النظر إلى شخصية وطنية، دون النظر إلى قوميته أو دينه أو مذهبه. لأن إحنا نريد عراقي يحكم هذا البلد، نريد ناس مخلصين. يعني اليوم المظاهرات كنا نتمنى أن يشارك بها كل الشعب العراقي، وتعطل البرلمان وتتعطل الدولة وينعاد في نظر آخر، لأنه ما معقولة تبقى هاي الشلة الفاسدة مسيطرة على مقاليد الأمور بالعراق. وأشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك أبو أحمد. حميد من واسط حياك الله يا حميد. حميد ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. صحتك. هلا بيك يا الغالي. بخير. أنا موت هاي دخلنا البرلمان. أي عبد العزيز، احنا جاي هسه الدوله شويه شويه جاي تبلي، هاي مال عضلات وهذا طاب البرلمان. يعني هاي مو صحيح. نعم. مو صحيح، يعني احنا هسه اي واحد خلي يحكمنا، اي واحد خلي يهودي يحكمنا، بس كون يعطينا حق الشعب. نعم. صار لنا هاي 19 سنه احنا جاي نعاني. يومية طب البرلمان اطلع من البرلمان، شنو الفائدة؟ نعم. ليش؟ احنا لازم اعمارنا خلصت ما استفادنا من هاي الحكومة. نعم. نعم. شكرا شكرا لك اخ حميد. محمد من تركيا حياك الله يا محمد. اخوي العزيز. هلا بيك الغالي. حياكم الله والله يبارك بكم ان شاء الله وبقناتكم الموقره. يبارك بعمرك. وتوصل بالشعب الى الوعي الصحيح طبعا قناتكم. الله يسلمك. وانا مشكور منكم جدا. واجبنا. اخي العزيز بخصوص يعني هالحكومه هاي العراقيه، يعني احنا يعني مقتدى يوميا مطلع لجماعه يوميا مدخلهم للبرلمان، انتم ايش تردون يعني؟ غير احنا نريد اصلاح، غير نريد نتيجه. يعني مقتدى ايش يسوي بالعراق؟ المالك ايش يسوي بالعراق؟ يعني انت مقتدى من طبوا جماعتك واستحليتوها، نقول هيك نقول بالله خلينا نقول استحليتوها، غير تجيب نتيجه. ها طبوا ها طلعوا،
هاي ما تصير يعني، والشعب واقع بيها هالعالم، هاي العالم تتكتل والله من وراء مقتدى ومن وراء المالكي، والشعب العراقي يعني متأذي فد مرة، يعني هاي مو وضعية يا أخي والله العظيم. تعبت نفسيتنا من العراق، تأذينا من العراق. نعم. الدول قامت تبوج من كل واحد اسمه عراقي من وراء هالحثالات هذول، من وراء هالمجتمع هذا الجاي في حش السامح، حش ما أقول بوجهك، من وراء مقتدى، من وراء المالكي، الله لا يرضى عليهم إن شاء الله. عمي خلي يطلعون، ما أريدهم والله العظيم ما أريدهم، خلي على العراق بس يطلعون هم، العراق يصير بيه ألف خير. نعم. احنا جينا نحكي على صدام، ألف رحمة على روحك صدام والله عمي. لو زين بس اسأل سؤال أخوي العزيز، المقتدى والمالكي وذولا الحالة هذول اللوقية، من كان صدام هذول وين كانوا؟ أريد أعرف وين كانوا يعني من كان صدام. نعم. أشوف هسه كل واحد طلع بسانش طوله، كل من سوى له حزب، يعني هاي شنو يعني؟ دي يلعبون بأرواح العراقيين ودي يلعبون بدماء العراقيين ليش؟ نعم. شنو السبب؟ بس ترجع أعرف ليش. شكرا لك أخ محمد. مشاهدينا المتظاهرين وراها وأتباع التيار الصدري عبروا باتجاه المنطقة الخضراء ورا ما وقعوا الصبات الكونكريتية ونشرت لقطات تبين اللي صار في دخول المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين اللي رفضوا ترشيح محمد الشياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء بعد أن أسقطوا الحواجز الإسمنتية. الحلو بالموضوع أنه جماعة الإطار التنسيقي طلعوا بتصريح قالوا بيه السماح للمتظاهرين بدخول الخضراء واقتحام مبنى البرلمان يثير الشبهات. زين انتم ليش رافضين هالشيء؟ ما انتم سويتوا نفس الشيء شهرين انتم واقفين بباب الخضراء لانكم ما رضيتوا بنتائج الانتخابات، وقبلها همين طبيتوا المنطقه الخضراء في تظاهراتكم حوالين السفاره الامريكيه. فالسؤال انتم اليوم ليش رافضين هذا الشيء؟ هذا الفيديو راح يبين لكم اقتحام المنطقه الخضراء. السؤال اللي ينطرح هنا، ذولا لو كانوا ناشطين او متظاهرين او عراقيين او متقاعدين او اي فئه وسووا اللي سووه اتباع التيار الصدري، كان سمحوا لهم؟ حسن من لندن رجع لنا مره ثانيه، حياك الله. مرحبا عزيزي. مرحب. بس ارد اذكر موقف صار بالتسعين. ايه. تتذكر بالتسعين امريكا من انطت الضوء الاخضر لصدام يدخل على الكويت. دخل على الكويت. نعم. من دخل على الكويت ورا كم اسبوع اجت امريكا ضربت الجيش العراقي، خسرت العراق خسائر بالمليارات، بعدين انطوا الضوء الاخضر للشعب العراقي، انتفض ضد صدام حسين، بقت بس بغداد وشمال العراق ما انتفض، بعدين انطت ايضا الضوء الاخضر امريكا لصدام ان يقمع هذا الانتفاضه اللي هم سموها انتفاضه، او احنا نسميها انتفاضه، او شو يسمونها، سموها انتفاضه شعبانيه، وهم قالوا غوغائيين، وهو الشعب طلع وثار ضد صدام. يعني صدام تعرفون كان هسه يجوز طيب ناس ما يقدرون يقول عليه دكتاتور، لكن الناس تذكر هاي الاحداث زين. لا لا ليش ما اذكرها حبيبي؟ هذا واقع. ليش ما لا اقول لك الناس تذكر هاي الاحداث زين. عنصريه ما اتكلم. ايه لا لا اخوي العزيز دا اقول لك الناس تذكرها يعني تعرفها. نعم حبيبي صدام كان دكتاتور وقمع شعبه، لو صدام كان يحترم شعبه كان خلوهم خلوه على رؤوسهم. طيب ربط بالموضوع وهذا سؤالي. الان مقتدى الصدر ايه؟ صار هو مكان صدام حسين، جاي تستخدم امريكا والخليج لغاياتهم حتى يحققون اللي زين. انا اريد اسالك سؤال يرحم ابوك استاذ حسن. تفضل. عوف مقتدى البقيه
قيس الخزعلي ونور المالك وفالح الفياض وهادي العامر وهاي الشله كلياتها مدى يستخدمون الامريكان والايرانيين؟ حبيبي حبيبي اكو استخدام عن استخدام يختلف اكو حتى النسبه مقتدى الان 100% وين الخليج. ربما المالكي كان بالبدايه صحيح لكن الان المالكي يجوز اخذ درس معنا ما شوف والله ما لي علاقه بالمالك وان شاء الله كلهم يروحون الى جهنم ما احترم العراق والعراقيين بصوره عامه لكن انت مع احتراماتي لك الان ذكرت على اللي قتلوا بسبب المالكي من اللي قتلهم قتلوهم ابناء السنه اللي هم اخوانهم مو صحيح لو قتلوهم الصين اللي قتلوهم عراقيين زين ليش قتلتوهم ذولا مو جاي يدافعون عن العراق لو لان داعش هناك كانت بالغربيه لحظه اخوي العزيز لحظه يعني شبكتها علي منو قتل منو حبيبي انت من الساعه قلت بزمن المالكي انقتلوا ايش قد ناس بوقته صح لو انا غلطان لا ما قلت واحد دافع عن محمد الشيعي السوداني وحزب الدعوه قلت له اذا رجعنا لهاي الفتره 8 سنوات انقتلوا بها هوايه من المواطنين العراقيين ما ذكرت احد لحظه ما ذكرت احد لا بالشمال ولا بالجنوب وقلت ثلث العراق راح و1000 مليار دولار راحت شو ذني ما ذكرتهن خوش بس عقب على ذني اللي قتل ذول هم ابناء السنه هاي وحده والمليارات اللي راحت جايه باقي لحد الان ايضا ماكو جماعه مقتدى زين وفاسدين هم اللي جايه اخ حسن حتى نخصمها تفضل سامع بواحد اسمه زلماي خليل زاده لو لا؟ ما سمعت عفوا سامع بواحد اسمه زلماي خليل زاده لو لا؟ بلي طبعا زين روح اقرا مذكراته راح تجد انه نور المالكي كاتب له رساله وبين له بها استعداده لتنفيذ اجنده الولايات المتحده الامريكيه في العراق وعليه رشح المالكي لرئاسه الوزراء وبعد ذلك بنفس الكتاب ستجد بالفتره الثانيه هرب نور المالكي من امريكا وراح الى حضن ايران واصبح رجل ايران الاول في العراق هاي شو تقول عليها حبيبي انا ما اقول لك المالكي ملاك ولا اقول لك غير ملاك ولكن ربما انا ما مو دفاع عن المالك قلت لك انا والله لو تريدي انا اريد انسان يجي شريف عراقي وطني يعني تتوقع ولكن واحد من الموجودين بالعمليه السياسيه عراقي وطني؟ السوداني ما عليه فد شيء يعني طالع عليه فد فساد ليش رفضوا؟ شنو السبب؟ الرفض؟ اي ليش؟ انا راح اسالك سؤال هو كان نائب بالبرلمان لو لا؟ عزيز حتى لو كان نائب بس اعطيني مجال اعطيني مجال يا اخوي على كيفك اخوي اخ حسن على كيفك هو كان نائب بالبرلمان لو لا؟ كان نائب سكت على الفساد لو لا؟ قول على مقتدى ليش بس على المالك وعلى ربع المالك يا حبيبي خلينا نكون منصفين انا ما تجاوبني سكت على فساد لو لا؟ جماعته ها؟ مقتدى هم سكت على جماعته هسه احنا بدنا نحكي على واحد تروح لي على غيره ليش؟ الحلبوسي ايش قد سرق؟ اخويا الحلبوسي احنا حكينا عليه هوايه وكشفنا هوايه فساد عنه وكل سياسي كشفنا عنه واليوم بس لحظه اخويا اليوم مرشح الى رئاسه وزراء هو محمد الشيعي السوداني حلقتنا اليوم عن التظاهرات ذني شكرا لك اخ حسن ابو عبد الله من اربيل اعتذر منك عندي اتصالات هوايه ابو عبد الله تفضل انقطع ابو عبد الله اعتذر منك اتمنى ترجع لنا احمد من المانيا حياك الله الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الكرام حياك الله بلي استاذي تفضل استاذي على المظاهرات مالت اليوم اول شيء الاخ الكريم اللي قبلي هذا يتكلم عن محمد الشيعي السوداني وانه يصلح لرئاسه الوزراء وليش ما نعطيه فرصة؟ نعم. أخي الكريم أنا قايلها أكثر من مرة وهاي أتوقع كل العراقيين يعرفوها كل الزين. نعم. رؤوس الفساد الكبار هم 900 شخص موجودين بالعراق يتحكمون بعشرة كل شخص منهم يتحكم بعشرة فهناك 9000 أعوانهم وهؤلاء 9000 كل شخص هناك 10 أشخاص أخر مستفادين منهم فيحكم العراق المستغل العراق هم عبارة عن 100,000 شخص. نعم. محمد الشيعي السوداني من جملة هؤلاء 900 شخص كبار الفساد كل الأشخاص اللي اشتركوا بالحكم من 2003 ولحد الآن هم فاسدين ومتسترين على الفساد وبعضهم يمهد الآخر ويغطي الآخر لسرقة أموال الشعب العراقي ويعني محمد الشيعي السوداني أنا شخصيا ما أعرفه ولكن أعلم أنه كان وزير ومعاون وزير و
نائب في البرلمان وكثير. ماذا قدم للشعب؟ ماذا قدم عندما كان محافظ في ميسان؟ نعم. والآن دعك من محمد الشيعة السوداني. أخي المشكلة إحنا، المشكلة في نظام متحكم، عملية سياسية عرجاء تتحكم بالعراق. نعم. بلد كامل لا يقوم بشخص واحد. نغسل لم يكن شخص، كان نظام كامل، هناك حرم سلطة رأسه هو صدام حسين، والقاعدة مالته هو أعضاء الفرق والشعب، فكان متمكن من البلاد بحكم هذا الهرم السلطوي. أما إذا تجيب أنت محمد الشيعة السوداني كرجل صالح على فرض المحال ليس بمحال، والهرم السلطوي هو أنا وجنابك والآخر والآخر، وهذه الشلة الفاسدة المتواجدة كيف له أن يصلح؟ أنا له أن يصلح أخي. إصلاح البلد يحتاج إلى تغيير، الخروج من هؤلاء المجرب لا يجرب، نعم، الخروج من هذه الشلة العظيمة. هؤلاء أقول جملة واحدة، أيه. هؤلاء كلهم بلادي كلبة أنجاس وإن اختلفت ألوانهم. نعم. شكرا لك أخ أحمد. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي أستاذ. نعم أسمعك. ألو أسمعك. أستاذ أفل. أسمعك يا غالي. حبيبي أنت الغالي. حبيبي أنا أستاذ أفل. أي. اسمعني. أسمعك قول. بس هاي الشغلة مال المالكي ومال مقتدى كلها لعب بلعب. يعني أنا على وقت صدام حسين، من شان حسن صدام حسين، حتى هذول كلهم يروحون فدوى القندرة صدام حسين، كلهم يروحون فدوى القندرة صدام. ها كله فيلم فبركة. هاي طبعا أبو عبد الله إذا تسمح لي، أنت وكثير من المتصلين رجعوا إلى بس من رخصتك رجعوا إلى النظام السابق، عفونا من النظام السابق، إحنا في الحال، إحنا باليوم، إحنا ولد هاللحظة. ليش تزعل أنت؟ أبو عبد الله أنا ما زعلان يا أخوي العزيز، قلت لك إحنا ولد هاللحظة. اليوم ما يخالف، أسواه شنو هذول؟ أسواه يمك شنو؟ عمي فيلم راح ياخذ كم مكعب؟ نعم. كم متر مكعب مال دول؟ نعم. راح ياخذون مكان هاي ياهو ماكو؟ مقتل ياخذ مكان فلوسه يمشي؟ أسولف عمي؟ حصل علينا سؤالك؟ أنت للنظام السابق، جانب كنا نضغط. ما جانب حسن؟ نعم، شكرا لك أبو عبد الله. أم عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. الله خير والعراق الخير إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. أستاذ إحنا نعم. يا ودي جيين في أسبوع رئيس وزراء، ترى هو يقعد على الكرسي ما عنده أي سلطة بالحكم، لا يغير ولا يقدم خدمات، راح يبقى الوضع مثل ما هو. نعم. موجود هاي الشلة أستاذ ما يقدم البلد ولا يصير دي تغيير. إذا هم الشيعة، خلي أحكي بالقلم العريض، الشيعة من يقولون وينك صدام صار العراق هيته، انتخذوا واحد سني والأحزاب كلها تطلع والحكومة كلها تطلع، لأن الحكم الشيعي إحنا ما يفيدنا، لأن الحكم الشيعي مع احترام الشيعة الشرفاء هم يريدون التغيير. لازم التغيير إنه ما يتم إلا عن طريق واحد قائد عراقي سني. لا ام عبد الله اسمحي لي، انا اعتذر منك، شكرا جزيلا لك، بس ما نحب نحكي بطائفيه ولا نحب نحكي بهذا النفس، لان هم جو للبلد يحكون بهذا النفس، العمليه السياسيه دي تحكي بهذا النفس، وكل العراقيين من شمال العراق الى جنوبه يرفضون الطائفيه وكلهم رافضين هذا النفس، فاعتذر منك، شكرا لك. الناس علقت على موضوع اقتحام المنطقه الخضراء اليوم، وكانت اكو بعض التعليقات اللي اختاريناها لكم من منصات التواصل الاجتماعي. من تويتر حسين الفيل يقول: رب سائل يسأل، الحكومة ليش ما منعت التيار الصدري من دخول الخضراء ولا الإطار التنسيقي وراء الانتخابات؟ زين ليش قمعوا بس تشرين؟ دكتور حسين باشا يقول: العراق جمجمة عرب ورمح الله في الأرض، وعلى الإطار التنسيقي أن يعلم جيدا أن لا مكان لمن يتلقى أوامر من طهران، ولا مكان لمن يتلاعب بدماء العراقيين ومقدراتهم، ولا تشكل حكومة عراقية بلثام إيراني.
أحمد الحمداني يقول لم يبقى أمام الإطار التنسيقي حل في تشكيل حكومة سوى عقد جلسة البرلمان في طهران لاختيار رئيس الوزراء القادم وكذلك رئيس الجمهورية العراقية بسبب محاصرة المتظاهرين لبوابات الخضراء. أما براق ماهر يقول هذه التظاهرات استعراض استخدمها مقتدى لفرض كلمته على الإطار التنسيقي وتغيير المرشح السوداني من دون أن يتحدث بذلك علنا. كل ما سيحدث أن تظاهراتهم ستستمر من دون أي اعتداء من قوات الشغب ويبقون في باب الخضراء إلى أن يأمرهم مقتدى بالرجوع، وهذا اللي صار ولن يحدث أكثر من ذلك. أما المرشح من دون شك سيتغير. مشاهدينا الكرام، اللي صار وراها أنه صار استهداف للمتظاهرين بالقنابل الصوتية والدخانية والرصاص لإجبارهم على التراجع من الخضراء، مع دعوات من مصطفى الكاظمي للمتظاهرين بالانسحاب من الخضراء، واللي كان هو اصلا بزياره لمحافظه الانبار اثناء التظاهرات. شفنا مره ثانيه جماعه الاطار وهم يحملون الحكومه المسؤوليه عما يجري ويدعون انصارهم للاستعداد لاي طارئ يحدث. تحالف الفتح يقول اللي صار صار بالتنسيق ما بين مصطفى الكاظمي ونوري ومقتدى الصدر. نوري المالكي يقول يجب على كاظمي ردع اي اعتداء على هيبه الدوله ومؤسساتها. بس عندي سؤال، لعد التظاهر أمام الخضراء لمدة شهرين واقتحام البرلمان اللي صار بال 2016 ما كان بتهديد لهيبة الدولة لو شنو؟ مشوا. السؤال الثاني، هذول اللي طبوا لو كانوا من ثوار تشرين بوحدهم أو ناشطين أو متقاعدين شلون راح يكون التعامل وياهم؟ هذا اللي صار اليوم بالخضراء. مثل ما لاحظت يقول بدا القمع، لكن ما وصل لدرجه القمع اللي شافوه ثوار تشرين بالتظاهرات مالتهم بال 2019 و2020. علي من واسط ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك عيني استاذ؟ هلا بيك يا الغالي. استاذنا العزيز، بخصوص ما جرى اليوم واللي جرى سابقا، هي مجرد انه احنا صايرين بدوامه ما بين الاحزاب اللي الولائيه، نقدر نقول ولائيه مقسمه قسمين، ولاء اهل اغلبها هي ولاء اهل الخارج. فمجموعه ولائها ايران، مجموعه ولائها الامريكا، تركيا، السعوديه. يعني لحد الان من 2003 لحد الان ما سلمتنا حكومه عراقيه 100%. احنا شنو ذنبنا احنا هذا الجيل؟ شنو ذنبنا؟ احنا ذات توجه مدني اسلاميه، ولا حكومه كرديه، نريد حكومه مدنيه يحكمنا حاكم شيوعي. توجه مدني، هذا جامع، هذا حسينيه. انت روح بس لا تجاوز على القانون. نعم، شكرا 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 لك اخ علي. وراها اخر شيء، اتباع التيار الصدري اقتحموا مبنى البرلمان في العاصمه العراقيه بغداد بالمنطقه الخضراء. مو اول مره، هاي ثاني مره بال 2016 صارت قبلها. ورا الاقتحام ما صار احتجاجا عام مرشح نور المالكي محمد الشيعي السوداني. هنا راح نسال كم سؤال. اللي صار لأن السوداني مرشح المالكي ضاج مقتدى الصدر، لو لأن غير شيء، لو هو صدق مقابل بتدوير المدور، إذا كان الأول فاي طامة مصالح شخصية تتحكم بمقدرات البلد. أما إذا كان مقابل مقتدى الصدر بتدوير المدور، أريد أقول له سؤال،
ترى انتم مشاركين في تدوير الوجوه من 2003 الى حد هاي اللحظه، نفس الاسماء نفس الوجوه تفتر بالمناصب، تقول واحد ويبيع مخضر بعلوه، يوم خيار يوم طماطه يوم بوتيتا يوم بصل، ولما واحد ياخذ رزق من الثاني يتعاركون، واللي دا يصير هو عركتهم على المناصب. اخر شيء طلع صدره ودعا جماعته ان ينسحبون من البرلمان، وهذا اللي صار. هم ما فشلوا الرجال، تونسوا شويه بالبنايه مال البرلمان وطلعوا وانتشرت قوات امنيه. بس اريد اسال سؤال واحد، وين سياده الدوله بالموضوع؟ هذا البرلمان العراقي لما انطبوا له، وراها فيديو ثاني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يبين انتشار كثيف لميليشيات الحشد حوالين بيت نوري المالكي خوفا من مهاجمة أتباع التيار الصدري إلى أثناء اقتحام الخضراء. هذا كله طبعا يتضمن بالصراع السياسي على المناصب، ويبين لنا أن اقتحام الخضراء للأحزاب الحاكمة والميليشيات مسموح، بس أن يحاول الشعب يعبر جسر حتى يبين رأيه باللي دا يصير بالعراق، يقتل بشتى أنواع الأسلحة. طبعا بعد اللي صار اليوم بالخضراء اضطراب شديد بالعاصمة، أزمة سياسية بمخاض عسير بسبب ارتفاع الخلافات بين المتصارعين من الأحزاب لتشكيل الحكومة. السلام عليكم. هذا الانتشار للقوات الأمنية حوالي منزل نوري المالكي لحمايته. بس قبل ما أختم نقطة أخيرة، تتذكرون الطرف الثالث اللي انتشر ويا ثورة تشرين والتظاهرات؟ اليوم اللي صار بالبرلمان والمنطقة الخضراء وبساحة التحرير، شو الطرف الثالث وقناصته ما لهم ذكر؟ وينهم؟ وين مختفين؟ ليش مكافحة الشغب اليوم ما كانت موجودة هي وقنابلها الغازية والدخانية؟ وين اجتماع خلية الأزمة لما كانت تجتمع بثورة تشرين وقياداتها الإيرانية ومقاتلين الحشد والعصائب وحزب الله والخراساني والكتائب والنجباء وبدر؟ ذولا كلهم اليوم اختفوا، يا ترى ليش؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظرونا ونتمنى تتابعونا وتتصلون بنا. في أمان الله.